الكرة الأردنية يعني البوتنشال اللي فيها يعني المادة الخام موجودة. أنا زرت الأردن عديد المرات في مهمات مع الاتحاد الدولي، ونعرف شنو هو اللي موجود في الأردن كمنظومة وكمادة خام وعدد سكان وعناية من سمو الأمير ومن الاتحاد ومن أعضاء مجلس الإدارة ومن أمين السر. المطلوب الآن أنه الترشح هذا مبروك على الأردن وعلينا الكل، هي بداية لأنه منتخبات مترشحة باقي إن شاء الله منتخب الشباب يواصل. المرحلة القادمة هي الهامة أنه نحاول نخرج منتخب إلى كأس العالم ناشئين أو شباب أو النسوي أو النسوي. الأردن فيها خامات، ينقصها شوية نظام في العمل، شوية نظام شوية عمل في الأندية، أكثر جدية في إعداد اللاعبين على مستوى الناشئين والشباب، لأنه المدرب المنتخب بيستعمل إنتاج الأندية. أنا دائما نقول من حق الأندية أنه يكون عندها فريق أول قوي وينافس على الدوري والكأس إلى آخره، ولكن من واجبها، واجب ما هو حق، واجب أنها تكون اللاعبين وتساهم في تكوين لاعبين المملكة الأردنية. بدون أندية ما فيش لاعبين كرة، فالمسابقات هي اللي تخلي اللاعب يتطور. كابتن عبد الله زاد نثمنوا الشغل اللي قام به في ظروف ممكن صعبة، وقدر يتفوق على منتخبات تستعد منذ 3 سنوات زي منتخب السعودية ومنتخب أوزبكستان، ويعتبر من أقوى المنتخبات في المنطقة، وكانوا هدفهم الترشح إلى كأس العالم. الآن انتصرنا عليهم وفزنا عليهم بفضل مجهودات اللاعبين هذم الشبان والمدربين والطاقم اللي معاهم. الآن إذا اللي فزنا عليهم كان الهدف متاعه الترشح لكأس العالم، فيصبح هدفنا الترشح لكأس العالم لأن طموحاتنا كبرت. والله الفترة الوجيزة اللي وصلت فيها للمملكة نسقت مع جميع المنتخبات ما فيهم المنتخب الأول، وشفنا وضعية اللاعبين، شفنا المستوى الفني للاعبين، حكينا فترة طويلة مع مدرب المنتخب. فالمستقبل يبشر بخير إن شاء الله، لأنه الفكر أنه ما نبقاوش في نفس المحطة. فصحيح أنه المجموعة ضعيفة، لكن الآن في كرة القدم ما تعتبر المنافس ضعيف إلا ما تخلص المباراة وتنتصر عليه. تعرف أنه فيتنام مثلا لعبة كأس عالم تحت 20 سنة، وهذا دليل أنهم قاعدين يطوروا في كورتهم ولازم نحترموهم. فالمرحلة المقبلة بعد إن شاء الله الترشح باش تكون مرحلة نوعية، نقلة نوعية في المنافسين في الإعداد إلى نهائيات كأس آسيا، لأنه في كأس آسيا باش تلقى فرق أقوى من المجموعة هذه، ولهذا لازم المنتخب يتم إعداده في يعني مع منتخبات أقوى شوي وفي ظروف أصعب شوي بالنسبة للمنتخب، أصعب شوية من الناحية الفنية. فهذا المشروع عند الكابتن الدكتور عبد الله مصفر مدرب منتخب الاول. احنا في الاداره الفنيه واجبنا ان ندعم جميع المنتخبات لانجاحها حسب برنامج المدير الفني للمنتخب، وهذا اللي قاعدين نعمله فيه مع جميع المنتخبات.